مين في منصه مجرد معموله للتصوير مش عشان تبقى يعني. يعني هي الفلوس يا دوب على قد على قد ان تتنصب منصه للتصوير خيمه للتصوير يقعدوا يحدفوا شويه طوب شويه مولوتوف وبعد كده هيجوا ده على قد فلوسهم مره في الهرم مره في النعام في المطريه لا في الالف مسكن لا ده فوق كوبري في على كوبري عرابي عمليه تشتيت وشغل ده الهدف في الداخل خد بال حضرتك ده اللي بيحصل دلوقتي وكل جمعه هيعملوا العمليه دي يعني زي ما بيقولوا ايه مش ارهاق ولا ده كلام فاضي طبعا فيش قوات نظاميه اسمها ترهق يعني كنا بنحارب وبننام والشرطه نفس الكلام يعني اي قوه نظاميه تبقى متدربه على كده ومتعوده على كده ان في الوقت ده مش معنى ان انا مشتبك ان كل الناس بنسبه 100% مشتركه لا في ناس في الراحه في ناس مشتركه كل واحد ليه دور فالعمليه اللي بيحط في دماغه انه هيرهق اجهزه الامن الشرطه او الجيش ده يبقى يعني بيحلم احلام خاطئه يعني كيف تقيم الوضع الامني والاستعدادات الامنيه بشكل عام على الشارع لان هناك كانت هناك موجهه بعض الانتقادات يعني بالتاكيد الداخليه عليها عبء لا احد يستطيع ان ينكره ولكن كانت هناك بعض الانتقادات عندما شاهدنا يعني استهداف لمديريات الامن تحديدا يعني كنا نسمع عن انهم نجحوا في ابطال ما فوق القنبله هنا وقنبله هناك ولكن عندما ياتي الموضوع لاستهداف مديريات امن تنجح شوفي انا عايز اكلمك بقى بصراحه عشان بس ايه المتنطعين اللي عمالين كل واحد بيطلع يتكلم في اللي مش فاهم فيه وكل واحد عمال اللي زبون اللي على البر عوام هو بقى خلاص كلنا بقينا خبرة وكلنا بنتكلم في الامن وكلنا خلاص بقينا مفيش حد بيفهم زينا الموضوع ببساطة شديدة جدا وضحت هدف جماعة الارهاب الاخوان الارهابيين في مصر هو تشتيت وشغل القيادات الامنية ده اسف ده الاستراتيجية الهدف ترهيب المواطنين ترهيب اجهزة الامن ترهيب رجال القضاء عشان ما يبقاش في محاكمات عادلة او محاكمات تقتص منهم تمام طيب ايه القصة بقى دلوقتي في عندنا حاجتين اللي هي العمليات الانتحارية والاعمال التانية اللي هي اعمال الازعاج واللي بتحصل في الشارع دي اللي هي المولوتوف والطلقات والفيشنك والمش عارف بتاع اللي بتتضرب دي كل ده كلام بتسميه بتاع ازعاج طيب العمليات اللي هي الايه عشان ما نقعدش نتكلم زي ما نكون الامن ده ما يعني بيقول بيعرف الغيب لا هم بالتاكيد لديهم يتم عبور عشان ايه يبقى الناس معانا في طيب دي نقطه مهمه يجب ان ناخدها بالكامل اعذرك ولكن هناك انباء عن احراق محطه مترو المطريه من قبل جماعه الاخوان المسلمين ومعنا على الهاتف المهندس عبد الله فوزي رئيس هيئه مترو الانفاق مهندس عبد الله يعني صحه هذه الانباء مساء الخير مساء النور تفضل بالنسبه لل عندنا الحركه في محطه من الطريق القبه حتى محطه المرج واقفه تماما مع فصل التيار الكهربي في هذه المنطقه متوقفه انتم من اوقفتوها؟ لا هي متوقفه نتيجه ان اشتعال النيران للاشجار المحيطه بالمحطه لدرجه ان النيران وصلت لمستوى الشبكه الهوائيه فطبعا احنا قفلنا المحطه بالكامل وفصلنا التيار الكهربي من حميه الزيتون حتى محطه عزه النخ اللي هو القطاع الكهربي ده وشغالين من حلوان حتى محطه طريق القبه والعسل. طيب متى برايك يمكن احتواء الموقف واخمال هذه النيران حتى يستطيع المترو ان يستانف عمله؟ هي طبعا المطافي وصلت وتم اخماد النيران ولكن ما زال تبادل اطلاق النيران على اعلى كوبري السيارات اللي اعلى محطه المطريه. طيب لسه ما زال طيب فقط للتاكيد النيران مشتعله في اشجار محيطه بالمحطه يعني محطه المترو نفسها لم يصيبها ضرر. لا 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 لا, لا. المحطه بالكامل فوق الدور العلوي والدور السفلي لا لم يتاثر واحنا قافلين المحطه بالكامل. طيب المهندس عبد الله فوزي رئيس هيئه مترو الانفاق اشكرك شكرا جزيلا عذرا سياده اللواء كما يجب ان نطلع على هذا الامر طيب حضرتك كنت بتتحدث عن طبعا عندي نوعين بيعملوهم الارهابيين دول نوع اللي هو العمليات التفجيريه اللي هي بواسطه المجموعات او الافراد الانتحاريين دي هي اللي فيها تقنيه عاليه في اجهزه مخابرات بتخطط لها كويس قوي في ناس مدربين على اعلى مستوى بينفذوها دي بتتم عشان نبقى عارفين
الاوليك قال طب ازاي التي ان تي ده دخل وازاي بيشوفوه وازاي المتفجرات دي بتخش؟ بنقول الاتي، الناس دي بتهرب الحاجات دي ممكن في عبوات بتاع اللي هو صابون الغسيل بتاع الاسمده، بيخش عادي ده مش عارف اريال ده بقى كذا، ده مش عايز اقول اسماء تجاريه يعني بتاعت ايه، صابون غسيل مسحيه غسيل، خش ودي عبوات، واللي جاي عارف دي لو دي مع دي يعمل عمل ماده متفجره. اللي مش عارف في الاسمده يعني بالنسبه زي ما بنشوف في سينا الجراحه هناك على اساس ان دي ايه اسمده للارض، وهي عباره عن مواد كيماويه بتتخلط على بعضها تعمل متفجرات شديده الانفجار، مواد شديده الانفجار. فرجال الامن هنا يعني هيخشوا بقى مطلوب ان هم يفتشوا كل رساله جايه من بره، عايزين بقى بتوع الجمارك يصحصحوا شويه معانا يفحصوا كل رساله داخله كويس جدا، ويبقى في انتباه للحاجات دي، لان مسحوق غسيل داخل شقه او داخل عماره ورب كون 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 انزل، ما دام اتعملت العربيه المفخخه ونزلت فهي خلاص مش هنقدر نوقفها، لان يعني لو ما وصلتش حتى لو ما اتفجرتش عند مديريه الامن هتتفجر في اي حته وتعمل نزله قياسيه. انا عايز اقول وبكرر للمره اللي مانيش عارف عددها كام عشان نبقى ايه عارفين، هذا النوع من العمليات يتم ردعه اي منعه قبل ان يتم وليس ايقافه بعد ان يكون ايه خلاص العجله دارت فيه. دول العالم كلها لم تستطع، واولهم امريكا ايه لما بعامات انتحاريه في برج التجاره في 9/11 او في 11 سبتمبر ما قدروش يوقفوه، خلاص ده الانتحاري ده واحد رايح بقى عمره انتهى. انما امتى ودوله وحيده في العالم اللي وقفت الناس دي ومنعت هذه العمليات تماما النهارده؟ كيف؟ ان عملت الراجل ده اللي رايح ده بيروح يموت ناس ليس لهم ذنب ولا جريره، بيموت العاطل في الباطل. طيب ايه الحل؟ يبقى بيمتد العقاب لاهله، ولاده لو ليه ولاد، ابوه امه عيلته الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه زي ما يكونوا، يتحملوا نتيجه غلطته ادبيا وماديا. مش هنقول ان احنا هنعدمهم وهنعملهم، لا، على الاقل لو اعتقد انا شخص يعني ذاهب بكامل ارادته ومستغني عن حياته، ما هو عشان كده بيقول لي هو مش همه، لكن لما يعرف ان ولاده هيطالعوا من العقاب، ابوه هيطالعوا العقاب، امه هيطالعوا العقاب، على الاقل كل واحد يصحصح لاولاده وكل واحد يصحصح لاهله. وهو لو باكي بقى على اولاده زي الارهابي بتاع المنصوره اللي كاتب جواب وهمه على يسدد الدين اللي وراه، وبعت لمراته لا لازم ولادي ينضموا للاخوان وبيع الكمبيوتر اللي عندي وسدد الدين اللي علي، طب لما انت عارف الدين اللي عليك، طب قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، من الذي احل لك قتلها؟ فاذا انت بتقتل الناس بلا جريره يبقى اهلك واخرين بلا جريره، نفس العين بالعين والسن بالسن، مش هنقتله مش هنعمل فيهم زي ما انت عملت في الناس دول، لكن على الاقل دول اتحطوا في البلاك ليست في قائمه سوداء، لا يروحوا في وظائف ولا خلاص، والناس تقطعهم، دول بيقتلوا ابنائنا، دول انبتوا شجره فاسده، انبتوا بذره يعني انبتت شرور طالب اهل مصر والمسلمين، يبقى لازم هم يتحملوا. ده اللي هيبقى الرادع اللي هيمنع هذا الانتحاري انه يعمل عمليات الانتحاريه، ده رقم واحد. نيجي للعمليات الثانيه اللي هي الايه؟ العبوات البدائيه، اي حد بيعملها، وده الهدف منها ايه؟ نوع تخويف الناس، يعني دي ماده معينه بتتحط بتعمل فرقعه، وبعدين كل شويه يحط كوز بلاستيك ازازه مش عارف ايه وفاصل كتير وترمي الناس تشوفها، كل الناس تخاف بحيث ان ايه؟ يشغل بتوع المتفجرات، الحق دعبوه هنا ويروح لها هيكله، الحق دعبوه هنا. وبعدين عايزين نعرف ان بتوع المتفجرات كل لبسهم فرقعات عندهم اوامر وعارفين تمام. مهما كانت هذه العبوه هيكليه او غير حقيقيه بيتعاملوا معاها في كل مره، ولو مليون عبوه في اليوم مش هيزهقوا، مش هيقعد مره يقول لك لا دي هيكليه ده هيكليه واسيب ده دي هيكليه، لا برضه هيفحصها ويتاكد انها ايه مش هيكليه. وبعدين حتى اللي بتنفجر ملهاش التاثير اللي هو ايه اللي بالشكل اللي هم عايزينه، فدي حاجه. ثم هناك بقى الايه المولوتوف، الاسلحه اللي معاه طبنجه، اللي معاه مش عارف بندقيه اليه، اللي معاه فرد خرطوش، الكلام ده احنا في عرضكم القضاء احنا عارف شفنا ان اتعمل 9 دوائر للارهاب والحكم على المتفجرات. ما طب والسلاح؟ هو السلاح ده مش من ضمن اسلحه القتل؟ من 2011 لحد دلوقتي اتمسك اسلحه قد ايه ما سمعناش حكم صدر فيهم؟ انا مش عارف يعني هل هم الامر اللي طلع بالنسبه ل9 دوائر النهارده واتكتم فيهم المفرقعات والمتفجرات نسي يكتبوا السلاح اللي كتب في الصحف، ولا هو من غير سلاح؟
ده السلاح ده هو اللي جمد قلب المجرمين كلهم في كل مكان. يعني ده معاه سلاح لا يقل إلا ما يكون نتفوق على بعض أجهزة الأمن أو بعض الجنود في بعض الأماكن، فبيروح يقتل ولادنا اللي واقفين في نقطة مرور أو كمين منفي على الطرق، يروح يقتلهم بلا جريرة. فدول عايزين الأسلحة دي، ما سمعناها.